نروح هلا على برشلونة، على برشلونة لحتى نشوف تريتمنت بينعمل بالجولدن سيدز، وخاصة لأنه بنعرف أنه الواحد ما بيقدر يقاوم الذهب، كيف لما بيوضع الذهب على وجهه. الجولدن سيدز ببرشلونة مع جين نصار وبخصوص الجمال. وعدكم نسافر ونكتشف الجمال بكل انحاء العالم، حتكتشفوا معي بهالكم سفره برشلونه. مدينة بإسبانيا بعدد سكانها اللي بيتنفس الجمال من خلال موقعها اللي بيتواجد بالجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة أيبيريا على شاطئ البحر المتوسط. لأنه برشلونة مدينة بتحرك الجمال بكل اتجاهاته، رح نترافق سوا برحلة إسبانية لنوعي جمال المرأة بالملامح والجسد والروح. حقوني تعرف انه ستريس all over the world، حتى هون ببرشلونة عرفت انه هيدا تريتمنت مش بس اللي عندهم مشاكل بستريس بيجوا فيعملوا هيدا تريتمنت، كمان لاعبين الفوتبول اللي عندهم عضلات مشنجة بيعملوا هيدا المساج بهيدول التيز. هاو التيز مثل ما عم نشوف منسخنهم وبينعمل فيه مساج يريحوا العضلات من التعب من كثرة السبور. يما إذا عملنا نتغنش، شو رأيكم نشوف هالريتوال very special gold and seeds كيف يبلش وكيف حينتهي. شفنا بتايلاند هيدا النوع من التريتمنت للعضلات، بس بقلب هيدول اللي عم نشوفهم الكحلة كان في بتايلاند هيربس، انواع من الاعشاب الروائح اللي بتساعد انه تروق عضلات الجسم وتروق الاعصاب. هيدول اليوم اللي عم نشوفهم بهالطريقه ببرشلون بيروقوا العضل وبيخلونا نكون مرتاحين، خصوصا اذا عندنا تشنجات بعضلات الجسم. We'll be right back.
تريتمن بيساعد تطلع كل الديتوكس من الجسم، بغذي جلدي. مثل ما لاحظنا ما بلشنا بالسكراب مثل ما عنا بالانستيتيو بالجميزه نعمل، يعني في عنا بالانستيتيو بانستيتيو جينا ستار بالجميزه البيرل سكراب اللي بنعمل قبل ومن بعدها بنعمل الماسك بالجولد. هيدا تريتمنت بس للبشرة وقت ينعمل بها الطريقة للبشرة الناشفة المطاطة. هالتريتمنت حلو لكل البنات والستات اللي عبالهم يتغنجوا، خصوصا العروس اللي عبالها تحضر حالها قبل العرس لتكون بشرتها مشرقة، وبذات الوقت منكون عم نخفف لها من التنشن اللي بيكون قبل العرس دايما من وراء تحضيرات العرس. أكيد كل الستات اللي عندهم تشنجات بجسمهم ومزعوجين من التعب هيدا تريتمنت بريحهم، وإذا مش قادرين يوصلوا عبر شلون عنا بجميزة بأنستيتيو جينا ستار بنريحهم، ودايما ما بجيب لكم إلا أحسن تريتمنت إن كان من برشلون يما all the treatments all over the world. أكيد مع كل التشنجات